مصر تتقدم بمذكرة للعدل الدولية حول ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة وتترافع أمام المحكمة الأربعاء المقبل. حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصوت على عدم الاعتراف بدولة فلسطينية، وفلسطين تقول إن الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة لا يحتاج لإذن نتنياهو. الجيش الأمريكي يقول إنه نفذ 5 ضربات في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الحوثي في اليمن. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تواصل مصر دورها التاريخي والمحوري دعماً ونصرة للقضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة والمستويات. وإلى جانب أدوارها السياسية والدبلوماسية، لا تتوانى مصر في العمل لإيصال وضمان تدفق المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح. أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ديار أشوان مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. أكد رشوان أن مصر قدمت مذكرة للمحكمة وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 من فبراير الجاري. أوضح رشوان أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري تشمل مذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، كذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد الفلسطينيين وترحيلهم وتهجيرهم بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام. تمنى مجلس أمناء الحوار الوطني دور القيادة السياسية في القضية الفلسطينية ومشاركة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقديم وإيضاح ومرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 من فبراير 2024 القادم.
أشاد المجلس بموقف الدولة المصرية والذي يشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما للأراضي الفلسطينية بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد الفلسطينيين وترحيلهم وتهجيرهم بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة بالإضافة إلى رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وينضم إلينا هاتفيا الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي. دكتور أيمن بعد التحية، يعني مصر تتقدم بهذه المذكرة للعدل الدولية حول ممارسات إسرائيل وتترافع شفهيا أمام المحكمة، برأيك ما المأمول من هذه الخطوة ومدى تأثيرها في مسار إدانة الاحتلال؟ نعم، أهلا وسهلا الأستاذة إلهام والسادات والسادة المشاهدين. خطوة مهمة، خطوة قانونية قضائية حقوقية تعبر عن أمور عديدة، ولكن يأتي في صدارتها أن مواقف جمهورية مصر العربية دوما في على الصعيد الخارجي الدولي مواقف مبدئية، أي يحكمها القانون الدولي مبادئه وقواعده. وهذه الخطوة يعني أيضا تؤكد ليس فقط الأدوار المصرية التي ما فتأت بين الفينة والفينة ومنذ قرار التقسيم الأول، القرار رقم 181 عام 1947 عن الجمعية العامة، أن مصر دوما تغلب القانون الدولي ومبادئه، ودوما المواقف المصرية هي في يعني تناصر الحق الفلسطيني المؤسس على القانون الدولي أيضا. لذلك المذكرة التي تقدمت بها جمهورية مصر العربية وستدافع عنها أمام المحكمة بخصوص الرأي الاستشاري وطلب المحكمة من الدول التي ناهز عددها 52 دولة عضو في الأمم المتحدة، طلبوا تقديم مرافعات ودفوع قانونية أمام المحكمة تكشف مدى الانتهاكات الجسيمة اللي حضرتك والزميلة العزيزة ذكروها للسادات والسادة المشاهدين، لا تقتصر على انتهاكات جسيمة بحق القانون الدولي ولكن أيضا القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام وقانون الاحتلال أيضا. من المؤكد أن المذكرة المصرية ستقوم المحكمة بالاستئناس والاسترشاد بها، لأن في نهاية المطاف سؤال حضرتك ما الجدوى ما المآل؟ الرأي الاستشاري لم تصدره المحكمة بين ليلة وضحى، ولم تصدره المحكمة تأسيسا على آراء الثقات المحايدين المستقلين من قضاة المحكمة وعددهم 15 قاضي في لاهاي، ولكن ستستأنس عدالة المحكمة بمثل هذه دفوع وأسانيد ومتكئات شرعية وقانونية تقدمها مصر فضلا عن الكثير من الدول التي تبين وتؤكد ما قامت به الأمم المتحدة منذ العام 1947 حتى اللحظة الآنية، سواء كان مجلس الأمن، الجمعية العامة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة من فضح الممارسات بل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، قطاع غزة، الضفة الغربية، القدس الشرقية، وهذه الانتهاكات قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جريمة إبادة جماعية. وأنا أيضا بعتقد أن المذكرة القانونية الرصينة التي قامت بها جمهورية مصر العربية وستدافع عنها يوم 21 هذا الشهر أمام عدالة المحكمة في لاهاي، من يعني أزعم أنها ستتضمن أيضا
أنماط الإبادة الجماعية الأربعة التي قامت وأكدت محكمة العدل الدولي وبصفة مبدئية يوم 26 يناير الماضي. أكدت المحكمة بشكل مبدئي أن إسرائيل بترتكب الأنماط الأربعة من بين خمس أنماط هي أشكال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. لذلك الخطوة المصرية خطوة مبدئية مفصلية مهمة، ولن تكون الخطوة الأخيرة لجمهورية مصر العربية بالتأكيد على وجه الإطلاق. أشكرك جزيل الشكر الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي. من جانبها أشادت الأحزاب المصرية بتقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية. وأكدت الأحزاب أن مشاركة مصر تأتي انطلاقا من دورها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، وتعتبر خطوة مهمة نحو السعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي في المنطقة. إلى هذا تبدأ محكمة العدل الدولية غدا عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى إحاطات من 52 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية. تأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول أثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 75 عاما، حيث ستستمر المحكمة لمدة 6 أيام في الفترة ما بين 19 و26 من فبراير الجاري. أدانت القمة الأفريقية في ختام اجتماعاتها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ونددت القمة الأفريقية بالعقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات تهجيرهم قسريا. ودعت القمة الأفريقية إسرائيل بالاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وبالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في غزة. وطالبت بإجراء تحقيق دولي مستقل في استخدام إسرائيل الأسلحة المحظورة دوليا وفي استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية في حربها في غزة. على مدى يومين عقدت فعاليات القمة 37 للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة رؤساء وقادة الدول الأفريقية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، حيث تصدر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فعاليات القمة من خلال بيانات المشاركين أو بالبيان الختامي الصادر عن القمة.
البيان الختامي للقمة الأفريقية جاء فيه تنديد القمة بالعقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات تهجيرهم قسرياً، وطالب القادة الأفارقة إسرائيل بالاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع وبالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في غزة وبرفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة. البيان الختامي للقمة أدان الحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني عزل، وبضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في استخدام إسرائيل الأسلحة المحظورة دولياً، وفي استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية في حربها في غزة. بيان قوي يدين بشكل صريح ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين، ويضاف إلى كلمات مؤثرة للمشاركين في فعاليات القمة، ومنها كلمة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي الذي أكد أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية، واصفا قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة بالانتصار لكل الدول المساندة للقضية الفلسطينية. الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من جهته أكد أن قطاع غزة ما زال يشهد حرباً همجية غير مسبوقة في وحشيتها وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني، حيث فقد عشرات الآلاف حياتهم وأغلبهم من النساء والأطفال، فيما يستمر الاحتلال الذي يفتقد لأي شرعية قانونية أو أخلاقية في ارتكاب المذابح. رئيس جمهورية البرازيل لولا دا سيلفا أدان الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وطالب بإنشاء دولة فلسطينية تتمتع بالسيادة كدولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة. إسرائيل تقتل من باب الانتقام، من باب القتل لأجل القتل. من جانبه دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتيا لنبذ إسرائيل دولياً وفرض العقوبات عليها بسبب خرقها القانون الدولي بشكل متعمد، مشيداً بقرار الاتحاد الأفريقي بمنع أن تكون إسرائيل دولة مراقباً في الاتحاد. إشتيا وجه الشكر إلى دولة جنوب أفريقيا في قرارها بالتوجه لمقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل تقتل من باب الانتقام. قمة أفريقية حملت اسم فلسطين بامتياز، فأضافت زخماً كبيراً للقضية الفلسطينية، ووجهت رسالة واضحة وصريحة بأن إسرائيل وحيدة لا يناصرها أو يؤيدها أي من أحرار العالم. تحية لأفريقيا من الأرض المقدسة، من المسجد الأقصى، من كنيسة القيامة وكنيسة المهد. توقع الدبلوماسيون أن يصوت مجلس الأمن يوم الثلاثاء المقبل على مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، وهي خطوة لوحت الولايات المتحدة إلى أنها ستستخدم ضدها حق النقد الفيتو. وطرحت الجزائر مشروع قرار أولي قبل أكثر من أسبوعين، لكن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سارعت إلى القول إن النص قد يفشل المفاوضات التي تهدف إلى التوصل إلى وقف مؤقت للحرب. وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على قرار طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم الاعتراف أحد الجانب بدولة فلسطينية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية وافقت بغالبية الأصوات على القرار الذي طرحه نتنياهو، والذي يقضي برفض الإملاءات الدولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين، وكذلك مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية.
أكد رئيس وزراء فلسطين محمد اشتياء أهمية العمل على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، محملا الاحتلال مسؤولية تصعيد الأوضاع نتيجة رفضها وتعنتها المستمر في تنفيذ كافة المبادرات التي من شأنها إنهاء الصراع بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وخلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، قال اشتياء إن السلطة الفلسطينية لا ترى أي شريك لسلام في إسرائيل، وحذر من هشاشة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وسط حرص حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تسليحهم. أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية بأن حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لا يحتاج إلى رخصة أو إذن من حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وأضافت الوزارة أن نتنياهو لا يرفض فقط إقامة الدولة الفلسطينية، وإنما يدمر بشكل يومي فرص تجسيدها على الأرض عبر تصعيد الضم التدريجي للضفة بما فيها القدس الشرقية وتعميق وتوسيع الاستيطان وفصلها تماما عن قطاع غزة. شدد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن الأوضاع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل تشكل عائقا كبيرا أمام التوصل إلى حل مستدام يرسي السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال بوريل خلال مؤتمر ميونخ للأمن إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدعم المبادرة العربية التي تنص على قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويعيش نحو 490 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 في عشرات المستوطنات غير القانونية، فيما يعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة. أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن موافقة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مقترح وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بتقييد دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان. حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام هناك من عواقب قرار منع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى المسجد الأقصى في وقت وصف فيه مسؤول أمني لدى الاحتلال هذه السياسة بأنها برميل بارود. أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا غدا الاثنين بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وممثلي أهالي المحتجزين في غزة دون تحديد موعد جديد له. وطالب أهالي المحتجزين باجتماع مع حكومة الحرب بعد تجميد مفاوضات القاهرة. يوما تلو الآخر يزداد الغضب في إسرائيل تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ففي أحدث تطور في الشارع تظاهر الآلاف في تل أبيب للمطالبة برحيل الحكومة. الشرطة الإسرائيلية اعتقلت متظاهرين أمام منزل نتنياهو في قيسارية خلال تظاهرة للمطالبة بإسقاط حكومته وعقد صفقة تبادل المحتجزين مع حركة حماس. المظاهرات الجديدة جاءت في أعقاب مؤتمر صحفي لنتنياهو أكد فيه مواصلة الحرب وإجراء عملية عسكرية في رفح المكتظة بالنازحين، كما قلل من شأن صفقة تبادل المحتجزين مع حركة حماس. نتنياهو شدد على أن إسرائيل لن تخضع للضغوط الدولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين، وعند سؤاله خلال مؤتمر صحفي عن الدعوات داخل حزب ليكود الحاكم لإجراء انتخابات مبكرة فور انتهاء الحرب في غزة، أكد نتنياهو أن آخر ما تحتاجه إسرائيل الآن هو الانتخابات. هذا وأظهرت استطلاعات الرأي نتنياهو منذ 7 أكتوبر الماضي، والذي أشعل فتيل حرب مدمرة في غزة أودت بحياة نحو 30 ألف فلسطيني ودمرت معظم البنية التحتية في القطاع. وسائل إعلام محلية ذكرت أن المتظاهرين الذين بلغ عددهم 4000 كانوا أقل بكثير من المشاركين في الاحتجاجات الحاشدة التي جرت العام الماضي. رئيس
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتعرض ائتلافه لانتقادات متزايدة من خصومه السياسيين بسبب طريقة إدارته للحرب في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، حيث طالب المتظاهرون في شوارع تل أبيب بإجراء انتخابات مبكرة للإطاحة بنتنياهو. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية خروج ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة. أضافت الوزارة أن هناك 4 فقط من أفراد الأطقم الطبية يتولون رعاية المرضى داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، مشيرة إلى أن خروج المستشفى عن الخدمة يعد حكما بالإعدام على مئات الآلاف من المواطنين والنازحين بمنطقة خان يونس ورفح، وذلك لأن مجمع ناصر يعتبر العمود الفقري للخدمة الصحية جنوب غزة. من دار للشفاء إلى ثكنة عسكرية، صار هذا هو الوصف الدقيق لما آلت إليه أوضاع مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بقطاع غزة الذي خرج عن الخدمة بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكبر منشأة طبية، واضطر آلاف المرضى الفلسطينيين لمغادرة المستشفى تحت تهديد سلاح جنود الاحتلال، وبلغت المأساة ذروتها بحرمان المرضى من البقاء في المجمع الطبي وإجبارهم على إخلاء المكان لممارسة إجراءات التفتيش ومزاعم البحث عن نشطاء لحركة حماس والبحث عن أدلة حول رفات المحتجزين الإسرائيليين. وظلت المنشأة تعاني من نقص الغذاء والماء والإمدادات الطبية تحت النيران الكثيفة والحصار العسكري. ومن ينجو من حصار مجمع ناصر يستقبله رصاص القناصة الإسرائيليين الذي يستهدف النازحين عبر النوافذ وفي الشوارع، فيسقط المئات بين شهيد وجريح، حيث إطلاق النار والقصف يأتي من جميع الاتجاهات وحتى حول مجمع ناصر ليحترق المستشفى ومدرسة الأمم المتحدة ويخرج الأهالي ليلا فرارا من الموت، بينما دبابات الاحتلال تطاردهم مع أطفالهم وتتحرك فوق جثث الشهداء في الشوارع وتسحق أجسادهم. وصدمة أخرى تظهر مع مظاهر الحياة داخل مخيمات اللاجئين في مدينة رفح الفلسطينية بعد أن تحولت إلى سجن كبير لا تحبس فيه الحرية والكرامة فحسب، وإنما تغمرها مياه الصرف الصحي بدلا من الصالحة للشرب، وتنقطع الكهرباء ويختفي الغذاء تدريجيا إلى درجة المجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض. وللمتابعة تنضم إلينا هاتفيا الأستاذة نيبال فرسخ المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. أستاذة نيبال، يعني جيش الاحتلال يواصل قصف المنشآت الطبية، اليوم خرج مستشفى ناصر عن الخدمة ويضاف ذلك إلى سجل الانتهاكات للحقوق الإنسانية والأعراف والشرعية الدولية. في رأيك هل تنتظرون أي تحرك من منظمة الصحة العالمية حيال هذا الانهيار الكامل للقطاع الصحي في القطاع؟ يعني بكل تأكيد الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المستشفيات بشكل متعمد وأخرج غالبيتها عن الخدمة. بكل أسف خرج مستشفى ناصر ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة، وهو المستشفى الأكبر في جنوب القطاع. الاحتلال الإسرائيلي استهدف هذا المستشفى، كما أنه يواصل استهداف أيضا مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس. منظمة الصحة العالمية كانت قد حذرت مرارا وتكرارا من عواقب استهداف سلطات الاحتلال للمستشفيات، وجددت نداءاتها بضرورة حماية هذه المستشفيات والطواقم الطبية العاملة فيها. ولكن للأسف الاحتلال الإسرائيلي يصر على مواصلة كل أنواع الانتهاكات بحق المنظومة الطبية في قطاع غزة. نتحدث عن استهداف لهذا المستشفى، اقتحام للمستشفى، وحتى قطع التيار الكهربائي عن المستشفى. باتت الأوضاع داخل المستشفى مأساوية، ولا يمكن للطواقم الطبية الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والطبية أيضا نتيجة انقطاع التيار الكهربائي والأكسجين، ما أدى إلى وفاة 7 من المرضى استشهدوا نتيجة انقطاع الأكسجين بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
داخل المستشفى، ما تحدث عن لا طعام لا ماء لا مقدمات طبية ولا أدوية. اليوم أيضا مساء شارك الهلال الأحمر الفلسطيني بإخلاء الجرحى والمرضى من مستشفى ناصر. قامت طواقمنا، كانت جزءا من عملية الإخلاء، أخلت مركبات إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني حوالي 14 جريحا، تم نقلهم إلى مستشفيات رفح. نعم، طيب السؤال الآن، التحرك الدولي، هل تتوقعون تحركا ما من منظمة الصحة العالمية؟ يعني هناك خطوات تجرى الآن في محكمة العدل الدولية، هناك يعني قرار منتظر بوقف لإطلاق النار، لا نعلم يعني مصيره حتى الآن. هذه التحركات في رأيك هل تلقى أي قبول يعني ينهي هذه المجازر التي تحدث في قطاع غزة؟ يعني بكل تأكيد نحن نجدد نداءاتنا للمجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل فوري وعاجل لحماية المستشفيات والطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة. الاحتلال أخرج المستشفيات عن الخدمة، خروج مستشفى ناصر اليوم يعني حرمان آلاف الفلسطينيين في جنوب القطاع من الحصول على الخدمات الصحية. اليوم هو أيضا اليوم 27 على التوالي لحصار واستهداف مستشفى الأمل التابع للجمعية. اليوم صباحا قام الاحتلال بقصف مدفعي للطابق الرابع من مستشفى الأمل، ما أدى إلى أضرار جسيمة في هذا الطابق بالإضافة إلى الطابق الثالث. هذه ليس القصف الأول، قبل يومين أيضا كان هناك استهداف بالقصف المدفعي للطابق الثاني في المستشفى. حتى هذه اللحظة يرفض الاحتلال السماح بإذلاء الجرحى والمرضى من ذوي الإصابات الخطيرة الذين حياتهم باتت بالفعل في خطر في حال لم يتم السماح بنقلهم لمواصلة العلاج في الخارج. أيضا يفرض الاحتلال حصار مطبق على مستشفى الأمل، الدبابات تتمركز أمام المستشفى من جميع الجهات، القصف بشكل دائم فضلا عن إطلاق النار بشكل متواصل على مدار الساعة على المستشفى بشكل مباشر، ما يعرض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر. داخل مستشفى الأمل أيضا الأوضاع مأساوية، يرفض الاحتلال السماح بإدخال الوقود رغم أن مخزون الوقود يعني بقي القليل القليل منه حتى ينفذ بشكل كامل. يرفض السماح بإدخال المستلزمات الطبية والأدوية وحتى الطعام الذي بات شحيحا، وبالتالي أوضاع صعبة ومأساوية أيضا يشهدها مستشفى الأمل، والذي بات بالفعل سيخرج عن الخدمة قريبا في حال لم يتخذ المجتمع الدولي موقفا جادا في حماية المستشفيات العاملة كمستشفى الأمل، وأيضا توفير الحماية للطواقم الطبية العاملة به. أشكرك الأستاذة نيفال فرسخ، المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع السماقة بمزارع شبع المحتلة للمرة الثانية، كما استهدف الحزب أيضا موقع رويسات العلم في مزارع شبع بصاروخ مؤكد إصابته إصابة مباشرة. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة نفذت 5 ضربات دفاعا عن النفس في مناطق باليمن تسيطر عليها قوات الحوثي. وفي بيان لها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها قوات الحوثي غواصة مسيرة منذ بدء هذه الهجمات في 23 من أكتوبر الماضي. أضافت القيادة الأمريكية أن الأهداف التي قصفتها كانت تمثل تهديدا وشيكا للسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة. التاسعة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. القوات الأوكرانية تنسحب من الرئيس الروسي يهنئ الوحدات العسكرية بالسيطرة على المدينة.
ناشد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان طرفي الصراع في السودان بإنهاء الحرب المستمرة منذ 10 أشهر وتسببت في نزوح ملايين الأشخاص. وأشار البابا فرانسيس في كلماته الأسبوعية للصراعات في موزمبيق وأوكرانيا وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، موضحا أن شعوب هذه البلاد سائم من الحرب التي تكون دائما عديمة الفائدة وغير حاسمة، ولن تجلب سوى الموت والدمار ولن تؤدي أبدا إلى حل المشكلة. دعا نائب رئيس الوزراء الصومالي صالح أحمد جامع أعضاء الاتحاد الأفريقي إلى الإدانة المشتركة للتوسع الإقليمي لدولة إثيوبيا التي تسعى إلى ما وصفه بنهب أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية. وخلال كلمة ألقاها في قمة الاتحاد الأفريقي 37 قال جامع إن الحكومة الصومالية حققت نجاحا كبيرا في المجال الأمني وتحرير العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين، مشيرا إلى أن الحكومة الصومالية لن تقبل المساس بوحدة واستقلال أراضيها برا وجوا وبحرا. ذكر المتحدث باسم الجيش الأوكراني ديمترو ليخوفي أن الوضع استقر إلى حد ما على جبهة أفيديفكا بشرق أوكرانيا بعد انسحاب قوات كييف أمس السبت، قائلا إن الجيش تكبد خسائر أثناء الانسحاب. من جهته هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوحدات العسكرية التي سيطرت على المدينة الأوكرانية الواقعة في منطقة دونتسك. ضربة جديدة تتلقاها أوكرانيا في خضم العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ 24 من فبراير من عام 2022، مما يعزز الموقف الروسي على الأرض بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني. فبعد أيام من المعارك الضارية في مدينة أفيديفكا في شرق أوكرانيا، أعلنت روسيا سيطرتها الكاملة على المدينة عقب إعلان كييف انسحاب قوتها من هذه المدينة الصناعية التي شكلت مركزا للمعارك منذ أشهر. القرار يعد أول قرار رئيسي يتخذه القائد الأعلى الجديد للجيوش الأوكرانية ألكسندر سيريسكي بعد تعيينه في هذا المنصب في 8 فبراير، مبررا هذا بالرغبة في الحفاظ على حياة جنوده والتحول إلى الدفاع على خطوط أكثر ملائمة. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وخلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن وصف القرار بالعادل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، فيما ربط الرئيس الأمريكي جو بايدن نتيجة الانسحاب الأوكراني الأخير بعدم قدرة الكونغرس على تمرير المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. في المقابل هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيشه بالانتصار المهم المتمثل في السيطرة على مدينة أفيديفكا. الانتصار الجديد صعب من مهام الجيش الأوكراني في استهداف المواقع الروسية في دونيتسك في الوقت الذي تواجه فيه أوكرانيا صعوبات في استمرار الدعم العسكري الغربي. عقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسة للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام. أحال المجلس المناقشات ورد الحكومة عليها إلى اللجان المعنية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها. عقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسته العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام. لقطاع الصناعة أهميته المحورية في المشروع الوطني الشامل للتنمية والذي يتبناه وينفذه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يحرص سيادته على دعم هذا القطاع
إذ يعتبر هو السبيل الأمثل للتطوير والتحديث في الجمهورية الجديدة، ويتضح ذلك جليا من خلال توفير المناخ المناسب للاستثمار في قطاع الصناعة، أيضا تعميق الصناعات المحلية. الحقيقة يا ريس إن إحنا لما نقارن ما بين مبادرة ابدأ الشبابية اللي خدت رعاية رئاسية، مبادرة بيقودها الشباب قدرت تحقق مبادرات كتيرة زي معدتك شركتك، نقل التكنولوجيا من شركات أجنبية لشركات محلية، تدريب وتأهيل مهني، إعادة تشغيل مئات المصانع المتعثرة. لو بصينا على المبادرة دي هنلاقي حلول كتير جدا للمشاكل اللي قلناها. التصنيع بغرض التصدير للخارج، عندنا في دول كتير عندها النو هاو للصناعات، وأنا يعني أتمنى من السيد وزير الصناعة بالتعاون مع المنطقة الصناعية في قناة السويس اللي سبق دعيناهم وتكلمنا معاهم في مشروعات تتم لرفع مستوى الاقتصاد المصري وتدبير العملة الأجنبية. وبعد الاستماع لآراء النواب بهذا الشأن، حرصت الحكومة على تقديم الرد على نواب مجلس الشيوخ والإجابة على الاستفسارات حول سياسة الحكومة تجاه التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لها. هذا ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة بعد إحالة المناقشات التي شهدتها إلى اللجان المعنية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس مرة أخرى. هذا وأجرت كاميرا التلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع نواب مجلس الشيوخ، أكدوا خلالها ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة باعتباره واحدة من أهم القطاعات الحيوية للدولة المصرية. تقدمنا كمجلس الشيوخ بطلب مناقشة عامة، انضم معنا في عدد كبير جدا من النواب يزيد عن 20 نائب. طلب المناقشة كان لاستيضاح سياسة الحكومة في مشاكل الصناعة، وهل في مشاكل حقيقية ولا ما فيش مشاكل حقيقية، وازاي ان التحديات دي تبقى قدام عينينا على اعتبار ان احنا نعديها ونقدر نوصل بيها الى نتائج فعلية لصالح الصناعة ولصالح المستثمر ولصالح العامل اللي شغال عند المستثمر. مجلس الشيوخ بيتلمس موضوع اذا كان لدينا الإرادة بجد، واذا كان لدينا الرغبة بجد والرغبة الحقيقية لأن احنا نخطو خطوة جيدة نحو دولة بتصنع، يبقى المعروض النهاردة حاجة جيدة جدا. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة العمل على توافر السلع في الأسواق وضبط الأسعار. وخلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين، أوضح مدبولي أنه تم التوافق مع الغرف التجارية والمصنعين على ضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق خلال هذه الفترة، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار. كما يتم التوسع حاليا في إقامة معارض أهل رمضان، بالإضافة إلى منافذ مبادرة كلنا واحد، بهدف التأكد من توافر السلع المختلفة بأسعار مناسبة، موجها بتشكيل مجموعة عمل مصغرة في كل محافظة برئاسة المحافظ لمتابعة توافر السلع في الأسواق وتوازن أسعارها، على أن تقدم تقريرا أسبوعيا يعرض على رئيس الوزراء. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا اليوم لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية، وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي وعلي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع الإشارة إلى جهود أجهزة الدولة المختلفة لإتاحة المنتجات والسلع الأساسية بما يلبي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، مشيرا إلى أن الاجتماع اليوم يأتي في هذا الإطار للعمل على توفير المكون الدولاري المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية، وخاصة زيت الطعام ولبن البودرة وغير ذلك من السلع. من جانبه أشار محافظ البنك المركزي إلى التنسيق والتعاون المستمر لتوفير المكون الدولاري اللازم لتوفير المزيد من السلع والمنتجات، لافتا في هذا الشأن إلى ما تم توفيره لاستيراد اللحوم من جيبوتي مؤخرا،
كما سيتم توفير نحو 100 مليون دولار لزيت الطعام والألبان وفقا لطلبات وزير التموين. يستكمل مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاته لبحث جدول أعمال وجلسات موضوعات الحوار الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة. كما يبحث مجلس أمناء الحوار الوطني باقي جلسات الموضوعات المختلفة من أجل التوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية. نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع عددا من الوثائق الرسمية حول حرب أكتوبر 73 تتضمن التخطيط الاستراتيجي العسكري لحرب أكتوبر وكذلك إدارة الحرب بمراحلها حتى وقف إطلاق النيران. وتضمنت الوثائق التي كشفها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع كيفية تصفية الثغرة بالإضافة لفض الاشتباك وانسحاب القوات الإسرائيلية، كذلك بعض مذكرات قادة حرب أكتوبر. وأوضح الموقع أن التخطيط الاستراتيجي العسكري المصري لحرب أكتوبر 73 يرقى إلى أعلى درجات الفكر العسكري العالمي، حيث شمل التوجيه السياسي العسكري للقائد الأعلى للقوات المسلحة وإعداد فكر الاستخدام للقوات المسلحة وقرار القائد العام وإعداد خطط العمليات والخطط التكميلية وتنظيم التعاون الاستراتيجي والإشراف والمراجعة واختبار التخطيط بما يؤكد قدرة القوات المسلحة على تنفيذ المهام المخططة. استقبل محافظ القاهرة خالد عبد العال استقبل أداما بيكتوغو رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية وأعضاء الوفد البرلماني المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والاستفادة من تجربة الدولة الناجحة في التعامل مع الأماكن غير الآمنة والقضاء عليها. خلال اللقاء أشار المحافظ إلى أن القاهرة شهدت نهضة حضارية كبرى خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث تم إنشاء العديد من الطرق والمحاور الرئيسية والدولية أيضا، مثل طريق القاهرة كيب تاون الدولي الذي يربط العديد من الدول الإفريقية. الآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال والتفاصيل مع ميرنا إيهاب. تفضلي ميرنا. شكرا لكما إلهام وإيمان. والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. تنطلق غدا فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجيبس 2024، حيث أوضح وزير البترول طارق الملا أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي سنويا للمؤتمر تعد رسالة إيجابية للاستثمار العالمي عن دعم الدولة للاستثمارات في قطاع الطاقة المصرية. ويشهد المؤتمر في نسخته الجديدة حضورا دوليا كبيرا وفعالا من قطاع الطاقة العالمي بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم وأمناء منظمات الطاقة الإقليمية والدولية ورؤساء تنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة. We'll be right back.
في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات أولى جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.61 من 100 تريليون جنيه مقابل مستوى 2.41 من 100 تريليون جنيه عند الفتحة. وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة تقدر ب 69% ليغلق عند مستوى 29,125 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 1.73% ليغلق عند مستوى 7,369 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 10,305 نقاط. نقلت وزارة الزراعة الأوكرانية عن خبراء أن الطقس سيدمر ما بين 1-2% فقط من محصول القمح الشتوي الأوكراني من موسم الشتاء الحالي، ويمثل القمح الشتوي أكثر من 95% من إجمالي إنتاج القمح في أوكرانيا. وخلال فصل الشتاء يهلك عادة ما يصل إلى 7% من إنتاج المساحة المزروعة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الساقية الشديد. دعت إحدى النقابات الرئيسية في شركة طيران لوفتهانزا دعت موظفين الأرضيين في الشركة إلى الإضراب يوم الثلاثاء المقبل في المطارات الألمانية الرئيسية، ذلك للمطالبة بزيادة الأجور بسبب التضخم. وأشارت النقابة التي تمثل حوالي 25,000 موظف في الشركة إلى أن ذلك سيؤدي إلى حدوث إلغاء وتأخير كبير للرحلات الجوية، وشددت الشركة على أن هذا الإضراب الجديد سيؤثر مجددا بصورة كبيرة على المسافرين، مشيرة إلى سعي لوضع جدول جديد للرحلات الجوية. أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية أن الحكومة سجلت في شهر يناير أول فائض منذ نحو 12 عاما، حيث يواصل الرئيس الجديد خافيير مالي الضغط من أجل خفض الإنفاق في ظل التضخم المرتفع. وأكدت الحكومة أن يناير كان أول شهر كامل لمالي في السلطة بعد توليه منصبه في شهر ديسمبر، وقد انتهى بميزانية إيجابية لمالية القطاع العام بفائض يقدر ب 589 مليون دولار سعر الصرف الرسمي. انتهت أخبار الاقتصاد، وأعود إليكم مرة أخرى إلهام وإيمان. شكرا لك ميرنا. أشاد عدد من البرلمانيين بالإعلان عن تقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. وأكد البرلمانيون أن ذلك يأتي استكمالا لدور مصر المحوري في مناصرة القضية الفلسطينية. We'll be right back.
والآن متابعة أهم الأخبار الرياضية. الأخبار الرياضية لدى ميرنا إيهاب، تفضل. أنا إيمان، شكرا إلهام. الآن مشاهدينا جولة في أهم وأبرز الأحداث الرياضية محليا وعالميا. نجحت سمر حمزة لاعبة منتخب مصر للمصارعة النسائية في حصد الميدالية الذهبية بمنافسات بطولة كليبان الدولية المقامة حاليا في السويد، ذلك بعد فوزها في نهائي البطولة على منافستها الصينية بنتيجة 5-1. وكانت سمر حمزة تأهلت إلى نهائي بعد الفوز على بطلة السويد في نصف النهائي بعدما حققت الفوز على الألمانية لورا خون في الدور الأول بالبطولة. يقوم مجلس إدارة النادي الأهلي بزيارة لنادي الزمالك غدا تلبية لدعوة من مجلس إدارة الزمالك. وأكد النادي الأهلي في بيان أن هذه الزيارة الودية تأتي ترسيخا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال. من جانبه أكد مجلس إدارة نادي الزمالك أن النادي منذ تأسيسه يعمل على ترسيخ قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف ونبذ التعصب في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لرفعة المستوى الرياضي لمصر. حقق فريق بيراميدز الفوز على الاتحاد السكندرية بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 13 من بطولة الدوري. وبهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعدما لعب 10 مباريات. في المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 19 نقطة بعدما لعب 11 مباراة. عزز إنبي صدارة ترتيب الدوري الممتاز بتعادله على ملعبه بتروسبورت بالقاهرة دون أهداف مع ضيفه سموحة في الجولة 13. وبتلك النتيجة رفع إنبي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب، كما ارتفع رصيد سموحة إلى 18 نقطة في المركز السادس وله مباراة مؤجلة. وفي استاد القاهرة تعادل البنك الأهلي مع مضيفه زاد أف سي بنتيجة 1-1 في الجولة ذاتها، وتقدم زاد بهدف أحمد عاطف في الدقيقة 44، لكن البنك الأهلي تعادل بهدف من النيران الصديقة في الدقيقة 91 بعدما هز محمد رضا شباك فريقه زاد بالخطأ، ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز 15، فيما ارتفع رصيد زاد إلى 21 نقطة في المركز الثاني. مشاهدينا انتهت أخبار الرياضة، وأعود إليكم مرة أخرى إلهام وإيمان. شكرا لك مرنا. رحبت مصر بقرار المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي اعتماد ترشيح خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة التربية والعلوم والثقافة اليونسكو. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الاعتماد يمثل دعما هاما للترشيح المصري، لا سيما بعد اعتماده من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية العام الماضي، الأمر الذي يكفل دعم الكتلتين العربية والإفريقية للمرشح المصري. الآن مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية مرة ثالثة وأخيرا، نعود فيها إلى ميرنا، تفضل. شكرا إلهام، شكرا إيمان. والآن مشاهدينا جولة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية.
القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، الأسكندرية 19-10، مطروح 17-11، بورسعيد 20-14 والإسماعيلية 20-12. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11، العريش 19-12، طابة 19-10، شرم الشيخ 22-15 والغردقة 23-14. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 24 درجة والصغرى 10، أسوان 24-11، الوادي الجديد 23-7، شلاتين 26-15 وأخيرا حلايب العظمى 22 درجة والصغرى 16. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أبرز لقطة في هذا اليوم. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية النشرة وإليكم أبرز العناوين. مصر تتقدم بمذكرة للعدل الدولية حول ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة وتترافع أمام المحكمة الأربعاء المقبل. حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصوت على عدم الاعتراف بدولة فلسطين، وفلسطين تقول إن الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة لا يحتاج لإذن نتنياهو. الجيش الأمريكي يقول إنه نفذ 5 ضربات في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الحوثي في اليمن. ختام نشرتنا لكانت 9 متواصلة مع حضراتكم مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف، أهلا بك. مساء النور، ازيك يا إيمان، ازيك يا إلهام، عاملين إيه؟ كله تمام؟ كله تمام. أدعوكم وبشدة أول ما تطلعوا ما تروحوش على طول، عدوا اتفرجوا على الحفلة بتاعة الليالي السعودية المصرية اللي معمولة دلوقتي في دار الأوبرا. يعني طبعا أنا آثرت العمل، يعني الحمد لله كان عندي دعوة، دي حاجة لطيفة يعني، بس طبعا يعني قلت لازم أعتزل لأن أنا عندي هوا، لكن الحفلة حلوة حلاوة، أصوات من هنا على أصوات من هناك أو من هناك وهنا، يعني سميها ما تسميها، الحفلة حلوة
محمد منير. والحفلة بتاعت النهاردة أنا لحد دلوقتي سايب الحفلة وشغال فيها ماجد المهندس، طبعا صوته جميل كما جرت العادة يعني، بس كمان أنا عجبني الإخراج بتاع الحفلة. وبعدين في درون بقى طايرة وجايبة القاهرة من فوق، ودار الأوبرا منورة في وسط الجزيرة، والنيل من هنا والنيل من هنا، والأوتيلات المصري بتاعتنا يعني الأوتيلات اللي هي موجودة عندنا يعني في القاهرة، الشوارع بتاعتنا الزمالك جاردن سيتي، مصر جميلة أكيد. القاهرة بديعة ومنورة بأهلها من كل البلاد العربية أكيد. عمرها القاهرة بديعة ساحرة تجنب. القاهرة الساحرة الساهرة أيوة صح. دي كلمات الأستاذ عبد الرحمن الخميس. على كل ما تسيبوش الحفلة، اطلعوا اتفرجوا وتروحوا دلوقتي يا جماعة. حلقة موفقة إن شاء الله يا رب. أشكرك جدا يا إيمان، وشكرا جدا يا إلهام، واستأذنكم نبدأ فقراتنا.